هيتس ميوزك هيتس ميوزك هيتس ميوزك دورة بين الموسيقى والسينما وآخر الأخبار الفنية. هيتس ميوزك كل سهرة سبت على الحياة فان زهرة الحياة. هاري ستايلز لوي توملسون نايل هورن لاين بين وزين مالك يرجعونا معاكم، ولكن ما زاد عرفناهم باسم One Direction اللي كانوا يغنيونا في Drag Me Down، الغنية اللي عندها أكثر من مليار فيو على اليوتيوب. One Direction الجروب اللي لمتهم المسابقة البريطانية X Factor، واللي صنعت منهم باند في وسط المسابقة، واللي خرجت برشا فنانين كيما جيمس آرثر وكيما زادة جروب متاع البنات Little Mix. الجروب هذا بالرغم انه خرج من المسابقة في المركز الثالث، الا انه لابيل دو برودكسيون سايكو ميوزيك اللي كان سايمون كول ريسبونسابل عليها واللي هو زادة مدرب في المسابقة بتاع اكس فاكتور، هو استضافهم، هو رحب بيهم، هو اللي خدم معاهم اول البوم ليهم One Direction، نشعوا انهم يربحوا اكثر من 200 جائزة، اهمهم MTV Music Video Awards, American Music Awards, Teen Choice Awards, Billboard Music Awards. One Direction الجروب اللي كان اكتيف من فترة 2010 حتى 2016، الجروب نجح انه يخرج 5 ألبومات في 6 سنين، اللي هو عدد ما كانش بسيط برشا، بالرغم معناها من صغر سنهم اللي هما كانوا في عنف وين شبابهم خرجوا 5 ألبومات في 6 سنين. ولكن في 2016 بدأ يتفرق الجروب كي خرج زين مالك في مارس ولين أعلنوا أنه سبعة، وفيت رحلة One Direction في ماي ولا هو جوان في 2016، وين خرج كل مامبر يخمم في الكارير سلو متاعو، ولهنا وين لقى هاري ستايلز النجاح متاعو بعد برشا خدمة برشا تعب، خدم في برشا أفلام، عمل ساوند تراكس متاع برشا أفلام، والحقيقة حتى زين مالك كان عنده نجاح، لكن كانت في بداية خروجه زين مالك نجاح وين خدم مع سيا بيلو تولك، لكن للأسف سبع هاري ستايلز في القمة رجع عنا العام هذا بغنية As It Was. الحقيقة One Direction جروب لم برشا شباب، جروب يلي غنية حتى لتوا مازال الشباب، معناها غنية المراهقة من الاخر، معناها الحقيقة أنا كمراهق ديما نسمع فيهم، والحقيقة ديما يعجبوا ديما عندهم توش سبيسيال متاحهم. توا خليكم مع Night Changes One Direction على إذاعة الحياة فهمت.